شاهد لقطة كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو بعد نهاية الشوط الأول من مباراة فرنسا والبرتغال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا بكم في لقطة جميلة جدا بعد نهاية الشوط الأول اللي كان تقدم فيه البرتغال بهدف كريستيانو رونالدو وتعادل كريم بنزيما. بعد نهاية الشوط اجتمع بنزيما ورونالدو داخل أرضية الملعب وتبادل الضحكات وتبادل السلام والتحية. طبعا رونالدو وبنزيما كانوا مع بعض في ريال مدريد فترة طويلة جدا وعشرة عمر وما زالت الصداقة بينهم، وطبعا قبل ما يخرجوا من الملعب تبادلوا التيشيرتات رونالدو وكريم بنزيما. النتيجة 1-1، المباراة مشتعلة حتى الآن، المجموعة كلها مشتعلة، ألمانيا خارج اليورو، فرنسا في المركز الأول، البرتغال في المركز الثاني، المجر في المركز الثالث بعد نهاية الشوط الأول. قولوا لنا توقعاتكم للشوط الثاني ورأيكم في لقطة كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.